السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا في الانتخابات الطبخية، رانا في فردلو برج كيفان. الله يبارك العريس، ربي يهنيك ان شاء الله يا ربي، يعطيك الصحة مولات العرس اللي فرحتي بينا وخيمتينا وقدرتينا، ربي يحفظك ان شاء الله. ناس كرامة وبص متواضعين، فوالا متواضعين بزاف، ربي يحفظهم ان شاء الله يا ربي. اليوم شحال رانا في التاريخ؟ 29 ماي 2021. الف مبروك للعريس والعروسة، لا اله الا الله محمد رسول الله، عندي الطلعه. المهم الاطباق نتاعي كانت كالاتي، بسم الله. شربه، الله الله، شريبه نوريها لكم. دقيقه، شدوا عليا هذه دقيقه يا علي، لا مدام ربي يحفظك تعيشي مدام. المهم هذيك شربه، الله الله، راكم تشوفوا ما شاء الله، شريبه، الله الله. رجعيه لي يا بنتي، رجعيه لي، وعلاه وعلاه. الذباني دور الطيوان، شكرا. بوراك مع الشربه، اكيد البوراك مع الشربه، راكم تشوفوا البوراك اليوم على فاكس فيون داشي، دي فوا نديرو بولي هاشي دي فوا فيون داشي. عندنا السلطه، لحميس، لحميس ماشي التقليدي، لحميس المشري، وبيان سور الطبق الرئيسي اللي هو طاجين الرخام ولا الغولي دو فيون داشي بارسي او فروماج. التحليه هي طاجين الحلو، فوالا. خالدة تعيشي كارت فيزيت. هذا بالنسبه لاطباق النساء، اطباق النساء من تقديم الشيف ام ريان والمجموعه نتاعها، طبخ غسيل اواني، كراء اواني كامل، كامل سيرفيس كومبلي، كامل الخدمات. وهذا بسم الله، هذا نتاع الشيف سليمان من البوليده، هذا سلطه، الله يبارك السلطة، راكم تشوفوا الألوان زاهية وباهية. عندنا لهنايا الحميس ديكور شباب، عندنا اللحم الحلو، لا طاجين الحلو كيما أنا، ما فيش اللحم، ولا ديكور ثاني، ديكور جميل. لو بلا برينسيبال اللي هو طاجين الرخام كيما حنايا، غولي دو فيون داشي فارسي او فروماج. وعندنا السفة، الله يبارك، تزيين جميل ما شاء الله. اي بيان سور اسنيتي شلاضة دي صافي، لا فينيغريت هاي اللي تاع الفقرة الحمراء ان شاء الله. فوالا دوك نحط لكم الرقم تاعي، اللي حبت الرقم تاع الشاب سليمان تدخل في الباجا تاعو، راهو حاط الرقم تاعو. اليوم الانتخابات، نساء نساء لازم تكونوا نساء واقفات، فوتوا عليا نساء، ما تحشمونيش. اللي تحب ام ريان دير لها جام، انعم الله يبارك فيك، ربي يحفظك تعيشي بصح. شوفي مدام، هذا تاع الشيف سليمان وهذا نتاوعي، صافي. النص هذا تاع رجال، هذا الجهه الكوتي تاع رجال، هذا الكوتي تاع نساء، الله يبارك فيك تعيشي، ربي يحفظك تعيشي. ام ريان انعم تعيشي هاك. هل تعطيني تخبيز وحده اخرى اللي عندها؟ اعطيني سلمى، انت عندك جديده تخبيزين، عندها جديدة. شكرا. في الخميس اعطي لها، اعطيت لك، اعطيت لك سيفون. ايه انت ثاني في الخميس، لا فيل ولا وين؟ تحت السيسون. الله يبارك. ما شاء الله، معك خير ان شاء الله، ربي يحفظك. لا لا من بعد كي تذوقي صح، والله كي تذوقي فوالا، ماشي الديكور من بعد. الله يسلمك تعيشي، ربي يحفظك. الحمد لله تعيشي الارواح. فوالا راكم تشوفوا، هاوليك الرقم نتاعنا اللي يحب يتصل بالحصه. البنات فوتو، فوتو عليا، فوتو عليها. انتخابات تاع الطبخ، راه شفتي حط لهم انتخابات بين الشيف ريان وبين الشيف ام ريان، شيف سليمان، سبحان الله، شيف ام ريان.
بون بليده وتيبازا ماشي نخدم، هما نخدم اجيب ومرداس. هذه هي 0547 37 13 52، وبدا يجي الحل، بدا يجي الخير ان شاء الله يا ربي. الله يحلي ايامكم. كما قلت لكم الاطباق هذو هما اليوم قدمنا كامل خدمات، طبخ، غسيل اواني، كراء اواني، سربيا. انا ذوق على بالك هي اللي قالت لي شوفي ام رايه من المقبل، انا نقول راني نشوف هي دير هكا، انا نقول هكا كيما ام رايه في اليوتيوب راني نشوفها. الله يبارك فيك مدام، الله يبارك فيك، تعيشي ربي يحفظك مدام. صح كي تذوقي سي. لا لا انا نشوفها في اليوتيوب نتعيش. انا قبيله قلت لها عجبتني الجبه تاعها، الله يبارك. يا اختي ان شاء الله انا نشوف في تبعك، وليت ندير شربة عليك عجبتك. اعطي اعطي دقيقه ذوق شربة على المباشر، والله نديرها كيما انت جاشية تحفه. لا لا ذوقي انا ندي خير. عطوها بون تاع شربة باش باش توكا يعطوني رايهم مع المباشر. تعيشي وسمة الزربي نبيلة قبل ما يروح لي اللايف، باش باسكو كاين شي عباد شتي هذاك تاع اللي يحبوا يكسروا هذيك شربه هذيك وهذيك تاع يحبوا. انا ماذا بيا كي راكم لهنا حاضرين تبدلوا راكم، الله يبارك جماعه صافي تمدوا لي رايكم. الله يبارك فيك تعيشوا. لازم جاهز روحي لهنا باش تقولي لي رايك. روحي روحي مدام، علاش هربتي ولا جيت دوقي روحي. روحي ساره ساره واحد ساره واحد دوقي انت ثاني. وكيفاش؟ ايه بيان سهل. ام رايان يعطيها الصحه ديكور وبنا عجبتك الشربه ما شاء الله تحفه. انا معلش ربي يقولوا لي شربه مش انا انا عندي والله ما يعرفوني. تحفه تحفه الشربه تحفه. فاطمه روعه يعطيك الصحه بنا ولا اروع كما قال ولا اروع. الله يبارك فيك تعيش ربي. والله ما نعرفهم ما والله ما نعرفهم. تعيش ربي يحفظكم ان شاء الله مدام. تعيشي فوتو عليا. ربي يحفظك تعيشي. طابله صغيره بزاف معليش. المهم كما قلت لكم هذاك الاطباق نتاوعي، وهذا الاطباق تاع الشيف سليمان من البليده، هاو معروف وغني عن التعريف نورمالمون. ديروا شيف سليمان يخرج لكم شيف سليمان تاع البليده. شوفوا الله يبارك. دوك ناخذ بعض الصور. المهم اللي حبت الرقم نتاعي، اللي حبت الرقم نتاعي تتصل بالحصه. فوتوا عليا وما تنساوش جيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.